السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمين الخير يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، دائما وأبدا يكون الحديث عن الإدمان باعتبار أنه أمر سيء، لكن الإدمان ليس مطلقا مذموما ولا ممنوعا، إذ هناك من الإدمان ما يكون مباحا ومشروعا، ومن الإدمان المباح والمشروع والمستحب والمندوب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال، والحديث في المسند عند الإمام أحمد، وقال محقق المسند بأنه حسن لغيره، قال أبو أيوب: أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الزوال. أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الزوال. فسأل أبو أيوب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ وقد كما يقول علماء اللغة تفيد التحقيق، ده أنت يعني بأكد الكلام، قد أدمنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح قبل الزوال ولا ترتج حتى يصلي الناس الظهر، وأحب أن يرفع لي فيها خير. يبقى ده إدمان ولا مش إدمان؟ إدمان، وإدمان مباح، وإدمان مشروع، إدمان مسنون. والأصل في الإدمان هو التعود على شيء ما حتى يكاد الإنسان لا ينخلع عنه ولا ينفك عنه، بقت عادة أدمنها الإنسان لا ينفك عنها بأي حال من الإحوال. ومن الإدمان المشروع أيضا كثرة الخطى إلى المساجد، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كثرة الخطى إلى المساجد، هذا إنسان أدمن، أدمن المجيء إلى بيت الله جل وعلا، أصبح مدمنا لبيت الله عز وجل، ولذلك هو أيضا الذي كثرت خطاه إلى بيت الله جل وعلا، هو أيضا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فإذا انفك الإمام من صلاته مسلما وذهب إلى عمله أو عاد إلى تجارته أيا ما كان هذا العمل، ما زال قلبه مشغولا، فهو ينتظر المؤذن حتى يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيأتي مسرع الخطى إلى المسجد مرة ثانية. وهذا الذي جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق، معلق بالمساجد، إذا دخل لا يريد أن يخرج، وإذا خرج يتمنى أن يعود مرة ثانية إذا رفع الإمام أو المؤذن الأذان بالصلاة.
وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: من أدمن الاختلاف إلى المسجد، برضو أدمن، أصبح المسجد ده عنده عادة لا ينفك عنها، لا يريد تركها، إن شغل بأمر ما حزن على فوات هذا الأمر، حزن على فواته أنه لم يذهب إلى بيت الله جل وعلا. قال الحسن: من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى سبع خصال. هتيجي المسجد هتاخد حاجة من سبعة، ده ما خدش الكل، أخا مستفادا أو رحمة مستنزلة أو علما مستظرفا أو أمرا يدفعه عن ردى، يدله على هدى أو يدفعه عن ردى، أو ترك الذنوب خشية أو حياء. هتيجي المسجد لازم تاخد واحدة من السبعة دول، يا هتشوف أخ تتعرف عليه في المسجد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برضو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجلان تحابا في الله. هو اللي يتحب في الله يتعرف فين الأساس، فين؟ في بيت الله جل وعلا. أخا مستفادا أو رحمة مستنزلة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده، أو علما مستظرفا، تسمع أحد الناس يلقي عليك موعظة من المواعظ، أو كلمة تدفعه عن ردى أو تدله على هدى. لو ما حصلتش حاجة من دي كلها يبقى سيترك الذنوب، إما خشية من الله عز وجل، وإما حياء من الناس. يبقى ده إدمان، أدمن المجيء إلى بيت الله عز وجل. بس اللي عايز أتكلم عنه برضه هو إدمان آخر، هو إدمان الذكر، أن يكون الإنسان مدمناً لذكر الله عز وجل، لا تنفك أنامله أن تكون مسبحة لله جل وعلا، لا ينفك لسانه أن يكون ذاكراً لله جل في علاه. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إن شعب الإسلام عظمت علينا، فباب جامع نتمسك به. أوامر الإسلام بقى كتيرة قوي، كتيرة علينا، ممكن باب جامع يجمع كل شيء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. خلي بالك لما يكون لا يزال لسانك رطبا يعني شغال على طول، لا ينفك عن الذكر لله عز وجل. قالوا: وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أخبر بأن آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. آخر حاجة بيقول له، عايز حاجة يعني أمر كده توصيني بيه، وده بيقول إن أقرب عهدي بالنبي، آخر حاجة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الأمر. ولذلك يا أخواننا إحنا فعلا بحاجة إلى هذا الإدمان، بحاجة فعلا. جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف: أذكر الله حتى يقال أنك مجنون، حتى يقال بأنك مجنون. أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه وهو من التابعين العظام كان يتردد على باب معاوية رضي الله عنه وأرضاه ناصحا له، لا طالبا ولا متزلفا ولا مبررا، وإنما ناصحا له. وفي إحدى المرات دخل عليه فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالت الحاشية له: بل هو الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. فردد الناس: بل الأمير. فأعادها ثالثة فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه يعلم ما يقول. أبو مسلم عارف بيقول إيه، ده مغلطش، ده متعمد، ده قاصد، عارف الكلام ده كويس. فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين، إنما أنت كرجل استرعاه رجل على غنم له، فإن أحسن إليها أجزل له العطاء، وإن أساء منعه هذا الأجر وهذا العطاء. يبقى المفروض إن الحاكم عبارة عن إيه؟ عن أجير. أبو مسلم كان يتردد على معاوية، وكان دائما وأبدا كثير الذكر لله عز وجل، شغال وهو قاعد اللي الناس تقوله تقوله،
اللي عايز يقول أي حاجة يقول أي حاجة. ولذلك لما لفت هذا الأمر نظر سيدنا معاوية فقال: أمجنون يا أبا مسلم؟ قال له: نعم. وفي بعض الآثار أنه قيل له: أمجنون؟ قال: بل هو طب الجنون أن تكون مشغولا بذكر الله عز وجل، هذا هو الذي يتطبب به الإنسان المجنون، فلا يرد على الإنسان عقله إذا ذهب أمر كذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي مع الصحابة كده، فشافوا جبل اسمه جبل جمدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان. ثم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ايه المفردون؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن المفردين: من المفردون؟ أو ما المفردون كما في بعض الروايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يهترون في ذكر الله جل وعلا. في وهذه رواية صحيحة، في رواية أخرى فيها ضعف قال: المستهترون، المستهترون في ذكر الله جل وعلا يخف حملهم يوم القيامة. إيه الهتر وإيه الاستهتار أو إيه الإهتار؟ الإهتار هو الولع بالشيء. الإنسان أما بيكون مولع بشيء اسمه إيه؟ إهتار أو استهتار. ولع بشيء ما، الولوع بشيء ما، مشغول بشيء ما، شغال بشيء ما، شيء ما ما شغله. وقيل أن الإهتار هذا هو الذي طال عمره وذهب عقله، خرف لكنه ما زال شغال في ذكر الله عز وجل. خلي بال حضرتك، الذكر المطلوب فيه لا يكون الإنسان معتدلا متوسطا يكتفى فيه بالقليل أبدا، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان ذاكرا ولا ذاكرا كثيرا. أني واحدة فيهم كثيرا، لأنه لو وقفنا عند الذكر بس، المنافق ذاكر لله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. بيذكر ربنا المنافق؟ آه بيذكر ربنا، لكن كثيرا لا 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 لا. ولكن عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدث القرآن، إنما يراد من الذاكر أن يكون كثير الذكر لله عز وجل. حدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان له خيط عقد به 1000 عقدة. عنده خيط عمل فيه كم عقدة؟ 1000، يعني مسبحة لب 33 ولا 99، عامله زي الجماعه اللي بيطلوها احيانا كده بتبقى بسم الله ما شاء الله سبحه طول بعرض بارتفاع مدلدله حواليه. ابو هريره كان عنده هذا، وكان لا ينام حتى يسبح الله جل وعلا عليها 1000 تسبيحه. وده الامام الشوكاني في قضيه الاختلاف هل يجوز يعني التسبيح على المسبحه او العمل بالمسبحه هذه ام لا، قال بالجواز، نقل الخلاف عن العلماء ثم قال بالجواز واستدل بهذا. ومنه ايضا الدليل على الجواز أم المؤمنين التي جلست تذكر الله جل وعلا من صلاة الفجر حتى صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها قال لها: إيه، أما زلت على حالتك زي ما أنت من ساعة ما سبت؟ قالت له: نعم. وهي كانت بتعمل إيه؟ بتسبح بإيه؟ مش بالنوى؟ جايبة شوية نوى حواليها كده، تجيب دول تسبح تخلصهم تحطهم مين؟ بعد ما خلصت وعدت تقوم تجيبها منين؟ تجيب ال 33 ولا ال 99 ولا ال 100 تجيبهم تاني هين. انت لسه شغاله على كده؟ قالت له: اه. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات تعدل ما قلت، افضل من انت قلتي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الاربع دول يكفو بهذا الأمر. ولذلك هل نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبيح بالحصى؟ ما نهاها النبي صلوات الله وسلامه عليه عن التسبيح بالحصى، طالما أن التسبيح بالحصى أو التسبيح بالمسبحة أو المسبحة أو العداد أو أي شيء من هذا الأمر يعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا مجرد شيء موجود في إيد الأخ عمال يلف شمال ويلف يمين ويجيب لفوق ويجيب لتحت، والسيجارة في الإيد الشمال والمسبحة في الإيد اليمين وهو مش عارف هو شغال في إيه. لا لا أبدا، هذا غير مقبول. وإنما إذا استعملها الإنسان على اعتبار أنها تعينه على ذكر الله جل وعلا، فقد جاء عن بعض السلف أنها نعم المذكر، تذكرك بذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر مطلوب، ومطلوب فيه الإدمان، ومطلوب فيه الانشغال،
ونعم العبد من كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وأنا وأنت وكل واحد منا يجرب أحيانا أنه إذا تلذذ بذكر الله عز وجل وانشغل بذكر الله هذا يكفيه عن أمور كثيرة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يجلس كل يوم في مصلاه من صلاة الفجر حتى صلاة الضحى لا ينفك عن ذكره لله جل وعلا، ويقول هذه غدوتي. الفترة دي لا يستطيع أن يمر عليه اليوم دون أن يجلس هذه الجلسة. ماذا يصنع فيها؟ أن يكون ذاكرا لله رب العالمين. أكرر فأقول بإن المنافق يذكر الله جل وعلا، ولذلك في سورة المنافقون حذرنا الله جل وعلا من الانشغال عن ذكره تعالى. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خلي بالك في سورة مين؟ في سورة المنافقون، في هؤلاء الذين يذكرون الله قليلا، هم يذكرونه لكنهم لا يكثرون من ذكر الله جل وعلا. شوف أبو فراس لما كان بيمدح أحد الحكام، الكلمات المشهورة عن رابعة العدوية: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. دي مش كلمات رابعة، وإنما رابعة كانت تتمثل بها، رابعة العدوية كانت تتمثل بهذه الكلمات التي قالها أبو فراس يمتدح بها حاكما يتزلف بها بهذه الكلمات إليه. فلما قرأت رابعة هذه الكلمات تمثلت بها لله جل وعلا: ليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما يرضى الناس عنه أو ما يرضوش، أنت عايز إيه؟ إذا رضي الله عنك وانشغلت أنت به هو سينشغل بك. مر أحدهم على رجل أبرص أقرع أعمى أشل اليدين والقدمين، كم؟ خمسة، أبرص وأقرع وأعمى وأشل اليدين والقدمين، ويذكر الله جل وعلا بذكر عجيب غريب فريد: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فمر عليه رجل فسمع كلامه وتأمل فيه، قال له: أي شيء عافاك الله منه؟ يعني مش معنى الدعاء الذكر ده، هذا الدعاء على وجهه، مش معنى ده، وأي شيء؟ قال: ألم يجعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا عافاني مما ابتلاك به. هو عايز ايه؟ ولذلك انت تجد انسانا يعني احيانا صحة ومال وولد وزوجة ومنصب وحسب ونسب، لكن تعبان، تعبان بفتح الت وكسر الت الاثنين مع بعض، تعبان، قرفان، مهموم، مغموم، طلعان روحه ومطلع هو كمان روح اللي حواليه. لكنك قد تجد انسانا فقيرا معدما لا يجد قوت يومه، لكنه لا ينفك عن ذكر ربه، ورزقه الله جل وعلا راحة بال لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. حدثني أحدهم قل بإن راجل كانت عنده شركة، مهندس أول كبير، في يوم كالعادة بتاعته المفروض هو عنده أكثر من موقع يروح يطلع على العمال، ففي هذه الليلة نام فما جاءه النوم، بيروح العمل بتاعه صباحا على الساعة 8 ولا حاجة، ما جالوش في اليوم ده نوم، صلى الفجر ونزل وقال لما يروح يطل في موقع بعيد يروح فيه، راح لقى الحارس الغفير موجود نايم فين؟ على الأسمنت، جايب شكارة أسمنت وأعملها مخدة، وبقيت الأسمنت أعمله مرتبة، والمشمع اللي هو بيغطي بيه الأسمنت عشان المطرة ولا عشان الكلام ده كله ولا الندى ولا كلام من ده متغطي بيه. جاء فجلس بجواره متعجبا والرجل ما زال نائما بيتقلب، لقى سعادة الباشا واقف، فقال له: بس ما كان خليك زي ما انت، انا عايز اعرف بس قول لي انت نايم ازاي؟ ما هو البيه سايب المكيف والمرتبه
والكلام ده كله سايبه، انت نايم ازاي وحاسس ان هو اصلا عنده شخير يجيب اخر البلد، يجيب من اول الموقع لحد اخر الموقع؟ قال له لا لا لا، دي سيبها لله، دي حاجه بين، خلاص هو ليس مشغول بهذا الامر، ودي كفايه قوي، يكفي يكفي ان تنشغل بالله جل وعلا، فيشغل الله عز وجل بك غيرك من الناس، يسخر لك الناس. قد يراك الناس متألما او مهموما او محزونا وما دروا ان القلب فيه ما فيه من السعاده. لو علم الملوك كما قال احد الصالحين، لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا ولو بالسيوف، لجالدونا عليه ولو بالسيوف. اذا يا اخوانا دي اللي بيسموها الغنيمه البارده، ذكر الله عز وجل. اجعل نفسك كده ورد. محمد بن ثابت البناني لما ابوه كان بيموت في سكرات الموت بيقول له قل لا اله الا الله، طلع الراجل مدمن برضه، طلع مدمن ابوه، طلع مدمن بس مدمن الذكر. قال يا بني دعني، وعايز يقول لابوه قول خلاص بقى انت بتموت، قال يا بني دعني فاني في الورد السادس او السابع. انت بتتكلم في ايه؟ انت خليك في اللي انت فيه، مش محتاج حد يقول له لا اله الا الله، هو منشغل بذكره. ومن عاش على شيء مات عليه. الانسان قد يصعب عليه ان هو يقرا القران كتير، يصعب عليه ان هو يصلي كتير ويقف كتير، يصعب عليه ان هو يتصدق، قد يعز عليه ان هو يروح يعمل عمره او يحج، لكن هو ايه اللي يشغله اما يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر؟ ابن الجوزي رحمه الله عليه عندما يقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنه نخله، قال يا بني، بيقول لحفيده، واعلم ان من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنه نخله، فانظر الى مضيع الساعات كم ضيع من النخيل. فانظر ها الى مضيع الساعات، ضيع نخيل قد ايه؟ ده احنا ضيعنا كتير مش كده؟ ضيعنا كتير والله، بس ممكن نلحق، ممكن نلحق، نلحق في رمضان وبعد رمضان، وبقى الاخ اللي عنده عداد والاخ اللي عنده مسبحه والاخ اللي عنده 33 واللي عنده 79 ولا 99 واللي عنده حبل بيجر وراه والعيال يجروا وراه بيه، يبدا يشغل الحاجات ديت. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، بس دي اللي تحت مش دينا احنا يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأسرفنا في أمرنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.